مريم الدريسي 52 سنة، رئيسة جمعية البشر للتنمية والبيئة بواحد الواحة جميلة سكورة فورزازات. الواحة كتعاني من الجفاف والهجرة القروية، هادشي علاش فكرنا في مشروع جنان النحلة باش نساعدوا النساء في تربية النحل في واحد المناخ اللي هو مناسب. في هذا الإطار كنقوموا في المركز ديالنا بتكوين ديال النساء وكنوزعوا عليهم خلايا، وخلقنا واحد جريده نموذجيه اللي غيمكن النحله ترعى فيها والمراه وليداتها يتنفعوا بها. لحد الان قمنا بتكوين 200 مراه ووزعنا 40 خليه. هذه الجائزه ديال فونداسيون ايف روشي غتمكننا باش نوسعوا المشروع ديالنا ونساعدوا واحد العدد اكثر ديال النساء في هذه تربيه النحل. شكرا فونداسيون ايف روشي.